مهرجان جماهيري كبير تضامنا مع الأقصى وفلسطين أقامته جمعية الأقصى بمحافظة شبوة وبالتنسيق مع مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة وبرعاية كريمة من محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو. هذا المهرجان أكد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال إسنادهم بالدعم بالكلمة والمال، وندد بانتهاك المستوطنين الصهاينة لحرمة المسجد الأقصى والجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. نحيي هذا الحفل الجماهيري والذي يأتي في إطار الدعم والإسناد والوقوف إلى جانب أهلنا في فلسطين كرامة يتعرضون لها من قبل العدوان الصهيوني الغاشم الذي يحاول أن يهود المسجد الأقصى ويسعى كذلك إلى طمس الهوية الفلسطينية. ونؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال جمعية الأقصى فرع محافظة شبوة، ومن خلال إسناده وتقديم الدعم والمساندة تأتي هذه الفعالية برعاية محافظ المحافظة الأستاذ محمد صالح عديو وبالتنسيق مع مكتب الأوقاف في محافظة شبوة. ونؤكد دائما وأبدا أننا سنظل إلى جانب أهلنا في فلسطين. التهويد وطمس الهوية الفلسطينية استهجنه المهرجان محييا تضحية الفلسطينيين الجسام وصمودهم في وجه المحتل، مؤكدا بأن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى ومحط أنظارهم ومهوى أفئدة الأجيال منهم. اللي دفعنا طبعا للخروج نصرة لإخواننا على أرض الرباط في أرض فلسطين، وجئنا إلى هذا المكان حتى ندعمهم ونخبرهم أنهم ليس وحدهم في هذا في ذلك تلك البقعة، وأنهم لن يجاهدوا لحالهم، وإنما نحن معهم في أرض الرباط في أرض اليمن وسند لهم. ومن هذا المكان نوجه تحية لرجال القسام وأهل فلسطين جميعا، ونقول لهم شد الله من أجركم ودقوا الوكر اليهودي فإنهم والله أوهن من بيت العنكبوت. وتقدم جمعية الأقصى مشاريع خيرية في فلسطين في الجانب الصحي والتعليمي وكفالة الأيتام وأسر الشهداء وغيرها، وتهاوت التبرعات خلال المهرجان تباعا سوى من السلطة المحلية أو المواطنين، فيما لا تزال جمعية الأقصى مشرعة أبوابها لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني المحافظ على المقدسات الدينية والصامد في وجه الاحتلال الإسرائيلي. حسن البركي لقناة سهيل من محافظة شبوة.